احنا في صدد نشر الدوره السادسه من المؤتمر ديجيتال برانش. ديجيتال برانش هو واحد المؤتمر منظم من شركه من شركات تي ان سي دو نيكست كليك ميديا ماتيك اي غيرناين اللي هما شركات مختصين في الاشهار وفي الديجيتال رقمنا بصفه عامه. ديجيتال برانش اليوم هاد ليديسيون هذا الدوره السادسه غيتكلم خاصه على الالعاب الالكترونيه والدور اللي تقدر الالعاب الالكترونيه تلعب ولا تسمح للمستشارين انهم يستعملوا هذا ليكو سيستيم اللي ديغيير الالعاب الالكترونيه باش يديروا الاشهار. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. حنا فخورين اليوم بان ديجيتال برانش ولا كيعرف واحد الغيونمون انترناسيونال وعندنا الناس مشتركين معنا من المغرب مي اوسي من افريقيا ومن الشرق الاوسط اللي كيشاركوا معنا وغيحضروا معنا من 22 يونيو ل 24 يونيو. غيكونوا معنا دي انترفونون محترفين من ازيا من اوروبا من المغرب اللي غيتكلموا لينا على الالعاب الالكترونيه والدور ديالهم عند المستشارين.